عملية تطهير عرقي ممنهجة نفذتها إسرائيل في الجولان إثر احتلاله عام 67، تمهيداً لزرع المستوطنين مكان سكانه الأصليين. فإسرائيل التي احتلت نحو 1800 كيلو متر مربع من الجولان، أي ثلثي الهضبة السورية عام 67، هجرت نحو 140 ألفاً من السكان الأصليين للهضبة، ودمرت أكثر من 130 قرية في الجولان ونحو 120 مزرعة، ليبقى في الجولان 5 قرى سورية يسكنها اليوم أكثر من 26 ألف مواطن سوري يتوزعون على قرى مجدل شمس، مسعد، بقعاث عين قينيا والغجر. ونحن هنا في الجولان سنبقى على العهد، نرفع راية الانتماء لوطننا السوري ولأمتنا العربية، لن نفرط. هذه الأرض ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وهويتها هي أمانة في أعناقنا، سنصونها حتى التحرير. مباشرة بعد احتلال الجولان بدأت إسرائيل بزرع المستوطنات. أولاً مستوطنة مروم جولان أنشئت بعد نحو شهر من الاحتلال، ووصل عدد المستوطنات في الجولان اليوم إلى 32 مستوطنة يسكنها 18 ألف مستوطن يستغلون أغلبية موارد الهضبة ويعملون في الزراعة والسياحة. أنا ولدت هنا عام 91، وأعتبر هذا المكان بيتي هنا في كيبوتس مروم جولان، وإعلان الرئيس ترامب هو تطور إيجابي. ومباشرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، بدأت تبرز أصوات في إسرائيل تنادي بتكثيف الاستيطان فيه. نضال كناعني، سكاي نيوز، الجولان السوري المحتل.